اليوم نتحدث على جديد وتطورات في ملف رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم واللي تم الاستماع ليه اليوم في ملف تنظيم كأس إفريقيا بين المدارس. بعد شوي يكون معنا عضو هيئة الدفاع الأستاذ أحمد بن حسين. نشوف آخر التطورات في هذا الملف. نعملوا لافون ماتش نجم الساحلي الهلال السوداني عماد بن يونس، على شنو اشتغل بالضبط؟ شنو الهدف من هذه المقابلة؟ كيف باش يلعب النجم الساحلي تقريبا الفرصة الأخيرة نتاعو؟ راجعين على كل هذا، كيف نتحدثوا على الحالة الصحية لعدد من لاعبي الترجي الرياضي التونسي؟ نحكيو على ليكيب ناسيونال، زاد زوز مقابلات موريتانيا والكاب فير. هل انه هذه المقابلات كافيه لخوض منافسه كبيره كما كاس افريقيا للامم؟ ومن المنتخب نتحدث على ملاعبيتنا في البريمير ليج، حنبع المجبري وانيس بن سليمان، وضعيتهم صعيبه شويه، نرجع على اسباب والتفاصيل ومستقبل زوز ملاعبيه هذوما. هذا كله اكثر نتحدث فيه اليوم مع الصحفي الرياضي والناقد الرياضي طارق الغديري. اهلا وسهلا، مرحبا بالخير حاضر، تحياتي ليك الوليد وكل مستمعين ومشاهدين مزيكا الكابتن وليد. اهلا وسهلا، مرحبا. عايش خويا، عايش، شنو امورك؟ الحمد لله لاباس. مرحبا بك، مرحبا بدلي في الاخراج هيثم اليوم معنا في الاخراج الرقمي. مرحبا بك هيثم. بعد شوي نبداو باخر تطورات في ملف رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم. ريكاب سبور حيدر الشرني. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعه من 6:30 ل 7 متاع العشيه. موجود معنا عضو هيئة دفاع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجليل أستاذ أحمد بن حسين. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا. أهلا وسهلا حيدر، عسلامة، شنحوالك؟ مرحبا بك أستاذ، نورتنا، شكرا على قبول الدعوة. تم اليوم الاستماع لرئيس الجامعة في هذا الملف، ملف كأس إفريقيا بين المدارس، وكل ما تعلقت بهذا الملف من تهم وتفاصيل الحقيقة. 175 ألف دولار الكور، المدارس اللي لعبت في بلاصتها ملاعبية من منتخبات وطنية، كل هذه التفاصيل كيفاش تم البت فيها وكيفاش تم الحديث فيها اليوم؟ وقع سماع وديع الجريم من طرف قاضي التحقيق في الموضوع هذا اللي كنت تحكي فيه وأجاب بكل تمكن وقدر وديع باعتبار أنه متمكن من تفاصيل الملف هذا ودافع عن نفسه وتمسك ببراءته من التهم المنسوبة إليه بكل تفاصيل وبكل دقة. ثم فريق الدفاع رافع في الموضوع هذا وأثبتنا يعني براءته وقدمنا الحجاج، مش بالكلام، بالحجاج وبالوثائق الدامغة التي لا تقبل يعني الشك. وشو ما هما ثلاثة جرائم هذوما معناها عموما باش نسهلوا على المستمع. التهمة الأولى هي الاستيلاء، معناها الجامعة الشتم وزارة الشباب والرياضة تهمته بالاستيلاء على مبلغ 175 ألف دولار جاية من الكاف، يعني على أساس تم تحويلها للجامعة وتم الاستيلاء عليها وسوء التصرف فيها. بطبيعة الحال أثبتنا أن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، باعتباره أن المبلغ في حد ذاته هو لم يقع تحويله للجامعة من أصله، فهو مازال في الكاف ولم يقع تحويله، فلا يمكن الاستيلاء بالتالي على مبلغ غير موجود. واللي هو معناها حتى وقت اللي باش يقع صرفه في المستقبل للفرق الفائزة ما باش يقع صرفه للمعاهد، يعني المعاهد بعد إنجاز الأشغال يعني للفورنيسور مباشرة. هذه بالنسبة للتهمة الأولى. التهمة الثانية هي تهمة التدليس، التدليس معناها الاستمارات يعني اللي شاركوا فيها المعهد انت الساقة في المعهد انت السوسة ومضاوا عليها زوز مديرين انت المعاهد. من الأول الشكاية تقول اللي ما تمش الإمضاء وأنه قاع تدليس هذه زوز استمارات، وفي حقيقة الأمر هذا الكلام غير صحيح، لأنه زوز مديرين بيدهم يعني أقروا أنهم هما أمضاءوا الاستمارات هذه، أمضاء استمارات المشاركة في البطولة الإفريقية هذه، وقالوا نسينا اللي احنا أمضينا، هو في الحقيقة نحن أمضينا، وبالتالي نساوا اللي هما أمضاءوا؟ أي نساوا اللي هما أمضاءوا، هاي بالحق بالحق، ولا معناها هو تتعرفوا على أمضاءاتهم يعني، وبالتالي الجريمة هذه ما تدليس زادة ما فماش منها بالكل. فهمتش أستاذ التفصيل هذا متاع نساوا وتعرفوا على إمضاءات وما فهمتش حتى الطريقة اللي قلت بها منعرش أي من وقعت سماحهم من طرف حتى فما سماحهم من طرف التفقدية متى وزارة الرياضة في المرحلة الأولى، ثم في بارحة البداية أنكروا في مرحلة أولى أي قالوا ما أي ما صححناش احنا لم نمضي في المرحلة الأولى، ثم وقت اللي وريوهم الوثائق هم تذكروا اللي هم أمضوا قالوا إيه أمضينا، وبالتالي معناها ما فماش منها الحكايه هذه. هي وثيقه استماره يعني استماره مشاركه
مدير معهد سيشارك في البطولة هذه باللاعبين نتاع المدارس. إذا ما فماش منها تدليس إطلاقا إطلاقا. ثالثا التهمة الثالثة هي الاستيلاء على 1000 كرة و300 صدرية وهبتهم الكاف إلى الجامعة بمناسبة تنظيم هذه الدورة التمهيدية للبطولة الإفريقية بين المدارس. يعني التهمة وديعة الجريمة بخيانة الأمانة والاستيلاء وسوء التصرف في هذه الألف كرة والتثنية الصدرية. بطبيعة الحال هذه زادة تهمة لا غير موجودة إطلاقا، لأنه تمت معاينة وجود الألف كرة والتثنية الصدرية في بواسطة عدل التنفيذ في مرحلة أولى، يعني تحول إلى مخازن ومغازة الجامعة وعاين وجود الألف كرة والتثنية الصدرية، ولم يكتف بذلك بل حتى باحث البداية شرطة معناها تحولت إلى المغازة وعدتهم وقاتهم 1000 كرة، مش حتى 999، هما 1000 كرة بالتمام والكمال جدد موجودين على ذمة، يعني ولو أنه هو على ملك الجامعة، لأنه الكاف وهبتها وهبت هذه الكرة للجامعة، ورغم ذلك هي موجودة على ذمة الكاف، والكاف بعثت مراسلة بين قوسين إلى الجامعة تقول فيها اللي هي راضية تمام الرضا على تنظيم هذه البطولة، وأنه لا يوجد أي إخلال في التنظيم، وأن الكرة هذوكم تخليهم عندكم حتى أنا أقول لكم شنو تعملوا بهم، وتقر فيها أنها لم تتولى تحويل 175,000 دولار إلى حساب الجامعة. هذه زوز مراسلات من الكاف تؤكد هذا الكلام. وفوق هذا الكل نزيد نكمل لك حاجة أنا أنه وديع الجرية بالذات ما دخله في كل هذه القصة على فرضه حتى صحتها. الرجل هذا لم يمضي على أي وثيقة لا تنظيمية ولا مالية، وكان طيلة المرحلة متاع التنفيذ والتحضير كان خارج الديار التونسية. ما كانش يمضي هو من الأول. تم تفويض الإدارة الفنية من طرف المكتب الجامعي باش تقوم بالتنظيم المسألة هذه في علاقة مباشرة مع الكاف، يعني الإدارة الفنية بشكل مستقل تماما عن الجامعة وعن رئيسها والمكتب الجامعي، قامت بالاختيارات الفنية وبالتنظيم بكل جزئياته بشكل مستقل تماما في إطار مهامها الفنية يعني بكل استقلالية. واضح. يعني ونجحت العملية وفازت تونس بالكأس، وبلاص نشكروا الناس اللي خدمت، يعني نقولوا لهم يعطيكم الصحة انه ربحنا الكاس، فتمت الشوشرة وتمت هذه المسائل اللي هي ما عندها حتى علاقة بالواقع، والشكاية الحقيقة كيدية وتوريط معناها واتهامات في غير محلها. وكان جافة مع حاجة نقول، ولكن حقيقة يعني وديع جريء بريء تماما تماما بالحجة والبرهان من هذه التهم الكيدية التي لفقت له. وفي الأيام القليلة القادمة سنتولى تقديم مطلب إفراج على وديع من سجن إيقافي ورفع مفعول بطاقة إيداع بالسجن في الأيام القليلة القادمة. حاكم التحقيق سيتولى عرض الملف عن النيابة العمومية لتبدي رأيها في الأمر، ثم سيقرر إن كان سيفرج عنه أم لا. تقعد معايا أستاذ طارق الخديري، عندك سؤال في هذا الصدد معناها تفضل معك أستاذ. تحياتي أستاذ أول حاجة. ثاني حاجة سؤالي يخص التحقيق متاع اليوم، حضرتوه أنتم فريق مناوبكم ومناوبكم فقط وإلا حتى الفريق متاع الشاكي اللي هي وزارة الشباب والرياضة؟ وسؤالي الثاني يخص إذا أنا سمعتك اليوم تحكي على أنه عندكم أمل كبير في الإفراج في القضية هذه تحديدا، إذا تم هذية يبقى المناوبكم على ذمة القضية الأولى وإلا ولا يتم الإفراج على ذمة التحقيق؟ لا، بالنسبة للسؤال الأول بتوعية حال استنطاق المناوب اليوم، أنا موعد استنطاق المناوب واستنطاق المتهم لا يحضر فيه الشاكي إجرائيا، يعني فيمكن فقط استنطاق المتهم بحضور فريق دفاعي. يعني قدمتوا دفاعاتكم اليوم والدفاعات الفريق الشاكي تمت فيما في عند بحث البداية وإلا عندهم موعد وحدهم؟ لا وقع سماحهم في مناسبات تبقى، يعني سواء لدى بحث البداية أو لدى قاضي التحقيق. يعني السؤال الأول. السؤال الثاني، أن رفع مفعوله بطاقة الإيداع في هذه القضية الثانية، وهذا من الروه ولنا أمل كبير فيه باعتبار أنه براءته الملف ناطق ببراءة وديع الجريء منه، فإنه يبقى على ذمة القضية الثانية، يعني ما يقعش إفراجه ثم بطاقة إيداع ثانية صادرة في شأنه تخص الملف الأول، يعني اللي هو
وصل لمرحلة أنه قاضي التحقيق عمل قرار ختم البحث متاعه وتم استئنافه، وفي الأيام القادمة سيعرض الملف الأول على أنظار دائرة الاتهام بالمحكمة الاستئناف بتونس لتقرر فيه ما تراه صريحا. واضح، شكرا لك الأستاذ أحمد دابر حسين عضو هيئة الدفاع على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ودي الجري. كانت هذه آخر التطورات. هيا نمشي ونحكي ونتحدثوا كورة، نتحدثوا على آخر أخبار نجم ساحلي. المؤتمر الصحفي اليوم أهم قاله عماد بن يونس على المواجهة غدوة ضد الهلال السوداني، ومازلنا مش حدثوا عليه كيف ناسيونال على حنبع المجمري على نيس بن سليمان وعدة مواضيع في انتظاركم. كان الموعد اليوم على المؤتمر الصحفي قبل المواجهة غدوة انطلاقا من 8 في استاد العقبي في رادس النجم الساحلي الهلال السوداني. فهمي برومي كان في التغطية في المؤتمر الصحفي ذي عماد بن يونس تحدث على ممكن واحد من أهم المعطيات اللي يشتغل عليه وهو العامل الذهني المورال متاع اللاعبين. نسمعوا مليح شنو قال عماد بن يونس. تم أكثر من ناحية نفسانية، ما أنت تعرف معنا حتى خيار كان الانتصار في المقابلة متاع غدوة، حذرنا مليح سيرتو من الجانب الذهني، أما تعرف باش انتصروا في مقابلة، ما يجم فريق انتصر في مقابلة إلا ما يقدم مقابلة كبيرة، وهذا اللي طلبناه من اللاعبين، وإن شاء الله نشوفوها غدوة. يلزمنا كل لاعب يعطي أكثر من إمكانياته ويعطي أكثر من 100%. طارق الغديري، شو معناها خدمنا على العامل الذهني ولا النفسي؟ طبيعة، لأنه نجم الساحلي خارج من خسارتين في أول جولتين في دور المجموعات. أهم حاجة نعتقد أنه العامل الذهني هو ما قاله عماد بن يونس، نعبيت نجم محتاجين برشا لهذيك الكتبوس مورال باش ينجموا يبدأوا كانوا من أول وجديد البطولة، لأنه تعرف الطوب يبدأوا مباراة الهلال السوداني بصفر نقطة على أمل أنه يربحوا في ماتش غدوة وبعد يكملوا في الجروب. مازالوا أربع ماتشات، الماتش هذا أول الخطوة. لازم أنه عماد بن يونس خدمته الكبيرة أكيد، وأكيد هو بنفسه أنه الخدمة على المستوى النفساني لتجاوز أثار الهزيمتين في المباراة الأولى وللتحفيز اللاعبين باش يفوزوا مباراة غدوة. هذا هو الكورة، اللعبة كيفاش بتصير، شنو مطلوب غدوة من لاعبيه الإطوال، هذا شنو جاوب عماد بن يونس. عماد بن يونس داري مقابلة كأس، معناتها لازم الخروج بانتصار، الانتصار مهم باش نرجعوا بثلاث نقاط في المجموعة ويتولي حظوظنا كاملة. بالنسبة للضغط، معناتها الكورة قلتها من أول مقابلة، اللاعب كرة القدم راهو الكرة تلعب تحت ضغط، ما الضغط يزم ردوه إيجابي باش كل ملاعب يعطي أحسن ما عنده ويطبق الخطة اللي باش إن شاء الله نهبطوا بها غدوة. الملاعبين كل عندهم ثقة في رواحهم، عندنا ثقة فيهم وإن شاء الله يأكدوا هذا غدوة إن شاء الله. بالنسبة للتهديف عنصر الهجومي باش تربح مقابلة يزمك تسجل إن شاء الله. الحقيقة ما مقابلة إسبيران جبنا فرص محترمة، يظهر لي فما 5-6 فرص، ما كانش تسيم ماتش بيترو أتلتيكو، ما كانش فما فرص كبيرة. غدوة إن شاء الله يكون نجيبوا برشا فرص ونسجلوا إن شاء الله، وعندنا الإمكانيات إن شاء الله باش نسجلوا. هذا هو، لازم نجيبوا الفرص، عنا الإمكانية باش نسجلوا. كانوا عماد بن يونس يسترجع المقابلات الكل اللي تلعبوا قبل مقابلة المقابلة الأخيرة ضد بيترو أتلتيكو. معناها بالنسبة لعماد بن يونس نعتقد أنه حتى في ديسكور مع الملاعبية راهو تحدث وجبد على المقابلات الكل اللي نجح فيها النجم الساحلي، وما تحدثش على مقابلة أتلتيكو بيترو أتلتيكو. النجم قياسا للمقابلات هذه الكل قادر غدوة، انه ما نحبش نقول مفاجأة، انه نجم طبيعي انه ينتصر، قادر انه يعمل اول 3 نقاط في الـ في الـ في البول. طبيعي انه ينتصر. نحكيه على اسم النجم الساحلي وتاريخه، في 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 برشا اوقات كان عنده فريق معناها ينافس بجدية وتحصل على القاب. تبقى حيدر احنا لازمنا نشوفه توا الافكتيف الموجود عند النجم الساحلي ونشوفه المنافس شكون. انا حسب ما شفت بيترو أتلتيكو سي با اون ايكيب فاسيل، حتى الهلال السوداني راهو عندهم امكانيات، ايكيب معناتها لونترينور يعرف مجموعته ويلعب على الامكانيات تاع المجموعه. تبقى اليوم كي نحكيوا على الجانب النفسي مثلا باش نحضروا مقابله، مش راهو في ليله ونهار ونجيب انا معد بريباراتور مونتال باش يحضر الملاعبيه باش غدوه يعملوا ماتش باهي باش يترشحوا، مش هكاك راهو اليوم. فما معناتها اون موفيز جيستيون بون، زاد في وقت من الاوقات النجم الساحلي كان ممنوع من الانتدابات،
ممكن كان ينجم يجيب لاعبين في اللي تروى كومبارتيمون باش يقوي المجموعة، على خاطر تحسه ما حضرش مليح المسابق. وكي تدخل في تشامبيونز ليج يزم عندك الاليات، عندك ملاعبية اللي نجموا يمشيوا ابعد ما يمكن، مش المشاركة هوكا للمشاركة. اليوم تحس نجم هذي ساحلي سورتو بالماتش الاخراني حيدر ظهر ضعيف، معناه حتى راهو في طريقة اللعب تو مثلا، حتى الجانب التكتيكي انا قلتها ونعاود ديما نقولها، راهو ديفونس اتروا كيف تحط جيسر الخميري في اللاكس انت ديجا عملت غلطة كبيرة، على خاطر حمزة جلاسي هو اللي يلزمه يكون في السونتر، معناها معناتها لاكس سونترال، معناتها حاجة بسيطة برشا، هو الملاعب الوحيد. فسر علاش باش الناس تفهم، نفسر علاش الديسبوزيتيف نتاع 3-5-2 وقتاش ينجح؟ وقت اللي انت تحط لاعب عنده ماتوريتي تكتيك باش ينجم يخلي لي دو بيفو يطلعوا اللي هما سومايلا وجاكمبي ولا عبيد ولا جبالي ولا اللي هو. كي تحط انت ملاعبي معناتها الاختصاص نتاعو لي كاليتي نتاعو، معناها يدخل في لي ديوال ويعمل لي تاكل معناتها غليسون وكل شيء، ما تنجمش تطلب منه باش يحكم في البلوك كيب، وما تنجمش تطلب منه معناها باش يسير الديفونس. دونك انا نستغرب اليوم، وهذا راي نجم يكون عماد يشوف حاجه اخرى، هو مدرب وقريب الفريق، اما انا تكنيكمو حسب ما نعرف طبيعه اللاعبين اللي موجودين في نجم الساحلي، هو كيف يعتمد الطريقه هذيك يلزم اوتوماتيكمو يحط جلاسي، على خاطر هو دومي ديفونسيف على باس، ينجم يعاونوا برشا في الشيما هذاك. دونك كان باش يكمل في الطريقه هذيك يلزمه يغير جلاسي، كان باش يلعب ديفونس اكات ممكن معناه يولي 4-3-3، تولي الامور مفهومه اكثر، ممكن جلاسي والغدامسي مع بن علي مع ممكن رغم اللي وليد المشكل الاساسي انه نجم ساحلي ما خلقش فرص مش قبل اللعب، معناها في المقابلات اللي قبل بيترو اتلتيكو الكل نجم ساحلي كان يجيب في عده فرص، وفما اللي مركيها فما اللي ضايعها انت ولا سيتواسيون اللي تحط فيهم، لكن في المقابله الاخرى نجم ساحلي كان عاجز على صناعه الفرص، هذا المشكل الاساسي. هو عنده مشكله في بناء الهجمه ديجا، معناها مش الماتش نتاع بيترو اتلتيكو بركة، حتى في مقابلات اخرين فما بلان دو جو عماد ديما يحطو باش يلعب على لي ترانزيسيون، براقي العواني بالشماخي بالعبدلي، وشوف راهو ملاعبيه هذوما اللي نحكيو عليهم ماهمش في التوب فورم، راهو فما برشا ملاعبيه اومي فورم ولا اوم بيس دو فورم، ما تجمش انت اليوم تبني على ايكيب فيها شطر جمعيه ماهمش معناها اون فورم، مع غياب مثلا سومايلا تو ماتش ترجي الرياضي التونسي ليتوال عملت اون ميتون سورتو الميتون الاول، خلقت فرص كانت نجم تسجل اهداف، من بعد ما مشاتش الامور على خاطر الترجي ممكن حط بريسيون، والترجي هو اللي كان مطالب صنع اللعب. اما راه مش ديما راه باش تنجح انت في لي ترانزيسيون، ساعات باش تلقى ايكيب كيما بيترو اتلتيكو عرفت كيفاش توقف ليتوال مع ملاعبيه ماهمش في فوره، مع ديسبوزيتيف اللي هو فيه مشاكل، فما عندي زيكيليبر معناها في البلوك ايكيب وحتى معناها في اللونتونت ما بيناتهم لي تروا زاكسيو وما بين معناتها لي دومي وما بين معناتها لاك سنترال، تحس فما حاجه كي معناتها كي فا با. دونك كي يرجع للاربعه هاني قلت لك اليوم عماد الا كان باش يلعب ديفونس 3 وما نتصورش كان باش يعاود معناها يرتكب نفس الخطا، باش يمشي في الكات 3-3 يعطي حريه ممكن للعبيد السومايلا يحط معهم جاكم بي كان بيان سور معناتها الملاعبيه ذوما ديسبونيبل، مع اختيار ثلاثه لاعبين اللي هما يكونوا رابيد، اما يلزم راهو الملاعبيه يمنوا بانفسهم، ويلزم لاعبيه اليوم ما باش نقعدوا نحكيه هاو ملاعبي صغير هاو ملاعبي يتعدى باساج فيد سي لوكازيون او جامي. كان ليتوال اليوم يحب يقلب الطاوله ويحب يظهر لي ايكيب قادره باش تمشي معناها للدور الثاني، يلزمهم يربحوا الماتش الجاي، ما فماش حتى كلام اخر. خلينا نفهموا شويه كيفاش مدرب الهلال السوداني فلوران ايبانغي كيفاش يقرا في الجمعيه التوانسة، شنو رايه في المواجهه لجمعه الترجي بالنجم ساحلي، خاصه شنو ما لي كونديسيون تاع النجاح في ماتش فلوران ايبانغي. لي كونديسيون دو ريوسيت ريست لو ميم سي سادير تو فير بور نو با انكيسي سي بوسيبل ماركي ان بوت دو بلوس اي بور سا بون فوالا. C'est simple à dire dans ce bureau, mais dommage qu'à 20h, ça sera un peu plus compliqué. Mais pour tout ce qui est des détails, bon, comprenez bien que je garde tout ça à mes joueurs, la stratégie, comment on va faire pour essayer de réussir, ce qui sera bien différent de l'espérance.
parce qu'on a vu le match entre l'Espérance et l'Étoile. Il y a 2-0 pour l'Espérance, mais quand on analyse bien ce match-là, l'Étoile a eu des possibilités de marquer bien avant l'Espérance, et s'ils avaient marqué, ça allait être une toute autre histoire. Ils ont été pris sur un premier but où ça se joue à rien, une déviation au niveau de la défense centrale qui fait que l'attaquant s'en va seul. Mais sinon, cette équipe a montré qu'elle était bien plus forte que ce qu'elle a, que le résultat ne voulait le dire. فلوران إبنغي في حديثه على مقابل ترجي النجم يقول في المواجهة ضد النجم الساحلي بشكون مختلفة. يتحدث على مواجهة ترجي النجم الساحلي, يقول النجم الساحلي خلق عدد فرص كان قريب من التهديف, كان النجم يكون هو الأول في التهديف, لكن قال كلمة ما نعرفش اسكو يمكن كانت من ثوابتنا احنا ككرة تونسية. طارق قال لك تو فير بور نو با انكيسي, كل شيء باش ما نقبلش بونت ومن بعد نخمم في البارتي الأخرى نتاع الماتش, ما ناكلش بونت ومن بعد نخمم كيفاش نربح ولا كيفاش نربح المقابلة. ما عادش حاب ناخذ تعليق معاك طارق على هذا. فلوران إبنغي مدرب ذكي برشا, والكلام نتاعو ياكد الذكاء نتاعو, ياكد علاش نجح في مباراه الترجي هذه التونسي. مدرب يعرف يقرا منافسيه بالكدا بالكدا, ويعرف لي زونتيسيدون نتاعهم, يعرف كيفاش يلعب لهم بالكدا. كما نجح في مباراه الترجي ناوي باش ينجح غدوه ان شاء الله, ما ينجحش ضد النجم الساحلي, ولكن مدرب يعرف شو يعمل, تاريخه يشهد له فلوران إبنغي, وحتى كي يتكلم يعرف على شنو يحكي. تبنى من تالي وليدي نجم يقول لك اكثر مني الموضوع هذا, تبني كيب سوليد من تالي. ومن بعد انا نحكي لك على الفكره في حد ذاتها, معناها العام روجيل لومير جاء قال ما فهمش ملاعبيه دوي ما كومش, معناها ناسيون اللي تجيب ملاعبيه كبار وكذا, وهذه حقيقه. معناها نحاولوا نلعبوا مقابلتنا بفكره اني ما ناكلش بونتو, وفي الماتش تاعنا نشوف كيفاش نتصرف. انا شخصيا الفكره هذا الفكره هذا ما يعجبنيش. انا جايب لك كوب دافريك الوحيده في تاريخ ما هذا فكر واقعي وفيه كثير من الواقعية. مالوريزمون الكورة نتاع توا هكاك, إذا ما عندكش ملاعبية معناتها يصنعوا الفارق, وملاعبية معناتها ديستار من شطر كورة من شطر سكوندا, ما عندكش جارديان كبير وما عندكش ديفونس كبيرة, لازمك تخدم معناتها تسكر بالكدا وبعد تستنى الفرصة نتاعك. هو نجح في هذا, وهذا شفناه ماتش الترجي, معناتها شفنا خاصة البوط الثالث يفسر لك الكل بوط إلى السودان الوضعية هذه, كيفاش أنك تستنى تبدأ واقف بالكدا من تالي وقت في مومون تاع قوة الترجي, واقف بالكدا ويستنى أقل فرصة, وتعرف كل تريونغلاسيون اللي صارت والبوط الثالث كيفاش صار. هذا هو على ذكر الترجي وبنجي يحكي برشا عن مواجهة بين النجم الساحلي وترجي رياضي تونسي غدا, ممكن يكون فما لافون ماتش تركيزنا أكثر على مواجهة النجم الساحلي والهلال السوداني الماتش غدا. ما نسالش فكرة ترجي إذا كان فما تطورات على مستوى الإفكتيف على مستوى اللاعبين المتوفرين على ذمة ترفع. الماتش بيترو أتليتيكو نهار السبت, فما جهود كبيرة لتجهيز رودريغو وسامة بوغرة اللي نعرفوا أنهم يعانيوا معناتها من مخلفات الإصابة, مازالوا متعافوا شباب الكدا, قاعدة مجهود الطبي اللي طار الطبي قاعد يخدم على الموضوع هذا ليل ونهار. الحقيقة حسب معلومات الخبر صار أنه زكريا العايب اللي خفنا كل مضربة نتاعو ماتش المرسى أنه ما تخليش ماتش بيترو أتليتيكو, طلعت معناتها ماهيش جراف برشا ونجم معناتها يلتحق بالمجموعة. هذا هو. خلينا بعد شوي بالنسبة للنادي الإفريقي وترجي هذه تونسي, كما قلت في البرامج اللي جاية في الأيام القادمة إن شاء الله يكون فما تركيز, ركزنا أكثر على النجم الساحلي وبيترو أتليتيكو. الماتش يتلعب غدوة, ماتش ديسيزيف كما تعرفوا الناس الكل. بعد شوي نمشيو لشابيتر واحد آخر مهم اللي هو المنتخب الوطني اللي اختار آخر زوز مواجهات قبل ضربة البداية في الكوب دافريك. تحدثوا على هذه المواجهات وآخر الأخبار. ريكاب سبور حيدر شرني. ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. منتخب يواجه موريتانيا نهار 6 جانفي, والكاب فير الراس الأخضر نهار 10 جانفي. وليد, هل إنه هذه المواجهات كافية قبل ضربة البداية في الكأس الإفريقية؟ بنشوف. بالنسبة لي كل منتخب وكل فريق يعرف ما يصلح بيه ما يصلح بيه ليه, والادفرسير اللي انت تختاره باش تحضر بيه كومبيتيسيون. انا اشوف الحكايه ذي تنجم معناتها تظهر للناس كل واحد كيفاش ياخذها. موريتانيا تو تحب ناخذوها بالفدلكه ولا تحب ناخذوها بالجد؟ اعطينا ساعه اجابه عليها وبعد نحترم كل فريق اليوم, معناتها شوف خاطر في العامين 3 سنين الاخرانيين كل ما لعبنا مع موريتانيا وكزعما نربحوها وطلع لنا المورال, اما نحترموا الناس, هما فريق زاد يخدموا, فريق عندهم ايكيب يحاولوا باش يطوروا من انفسهم ويحاولوا باش يعملوا معناتها نجاحات رياضيه, اما تبقى احنا اوني سوبيريور عليهم على برشا فرق اخرى. دونك
اختيار ممكن من المدرب يقول لك ما نلعبش مع إكيب اللي هي كاليبر كبير يتعبني يربحني صحيح على المستوى النفسي. لكن شوف توا الموضوع هذا متاع والله بمستوى النفسي وانا ديموراليزي يا ودي راهو إكيب ناسيونال يا اخي انت كي باش تلعب مع موريتانيا ومع الكابفير ولا مع موزمبيق ولا اللي هو ما كان بعد باش تمشي باش تلقى اوبوزيسيون اخرى باش تلقى دي زادفيرسير اخرين ودي ماتش اوفيسيال يقعد ديما الكادر اميكال حاجه والاوفيسيال حاجه ماتش تحذيري معاك راه مش كان تونس تخمم كي تنجم تزاير تخمم نفس الطريقه مصر كيف كيف مغرب كيف كيف واللي معناتها الفرق الكبيره تنجم تخمم بنفس الطريقه كيما فرق اخرى تقول لك انا ما عنديش مشكل نلعب مع ايكيب كيفي اما زيدا تنجم تلقاها ماهمش ديسبونيبل راهو لي زيكيب الكبار دونك باش تلقى تقريبا الفرق نتاع الصف الاول الكل يختاروا يلعبوا ضد دي زيكيب اللي الصف الثاني والثالث هاكا ماتش تحذيري الافوا ويعطيك ثقه وكذا. اما خويا انت كي ماشي الكومبيتيسيون ما تخممش في هذا نلعب خويا مع موريتانيا وكابفير اما ديما في مخاخنا عندنا سوجي وعندنا اون كومبيتيسيون اللي باش تلقى فيها دي زادفيرسير اخرين وكونتكست اخر. بعد الجوله الاسيويه المنتخب في حاجه المنتخبات يهز بها مورال اعتقد هذا هو معناها والله عاده المباراه الوديه اللي تسبق ديريكت كومبيتيسيون تكون مختاره على اساس معناتها المنافسين شو عندك في المجموعه نتاعك قراب المجموعه نتاعك. انا يظهر لي في ماتش في موزز ماتشويه تاع موريتانيا والماتش الاخر كابفير هما اللي اختارونا مش احنا اخترناهم لانه كابفير عندها في المجموعه مصر تشبهنا شويه وموريتانيا عندها في المجموعه الجزائر كيف كيف تشبهنا شويه اما احنا في مجموعتنا فما ناميبيا وجنوب افريقيا ومالي ما نعرفش شنو العلاقه بينهم وما بين كابفير وما بين موريتانيا. عاده ناميبيا تشبه شويه الكابفير شويه عاده الماتشات هذوما يكونوا قرب برشا من كومبيتيسيون او ماتش كابفيرا وقريب قبل 6 ايام قبل 6 ايام تروحنا الاول في الكوب دافريك معناتها نورمال موي كي يقربوا شويه في الوقت فهمت ان شاء الله يكونوا غلطين ان شاء الله يكون تحضير به. هذا هو دونك يعطيكم الصحة على الأولاد طارق الغديري ووليد الإجري. قبل ما نكمل صديقنا نادر داود نتمنى له التوفيق يلتحق غدوة بالمدرب نبيل معلول في نادي الكويت ستاف تكنيك في نادر داود مدرب مساعد أحمد الحمادي معد بدني ومحمد بوراوي مختص في التقييم والمتابعة. نادر داود يقول لي لنبيل معلول خلطت اليوم الصباح عمل ولعب وربح نادي النصر 2-1 هذه معلوماتنا ندر داود ها يعني خلطت الصباح ربحنا عشية يا صير هو الأجواء عاد هذا ما شاء الله بالتوفيق لنادر داود وستاف تكنيك الكل يشرف على هذا الفريق اللي فيه عدد متوانسة في ثلاثة توانسة العمري العيفة وياسين الخنيسي هذا ما شاء الله بالتوفيق لنقول للجالية التونسية في نادي الكويت أكثر فريق تونسي في الكويت هذا هو بالضبط. شكرا لكم طارق وليد شكرا دالي في الإخراج هايثم كنت معنا في الإخراج.